أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة. ما بين النزوح والوباء والعنف ونظرة المجتمع الناقصة والحرمان من التعليم وصعوبة الحصول على وظيفة وفقدان المعيل وخسارة أفراد من العائلة، توزعت معاناة المرأة اليمنية خلال 5 سنوات من الحرب. لم تكن معاناة المرأة اليمنية وليدة الحرب، لكنها تفاقمت أكثر مع اندلاع أول شرارة لها، إذ يقبع اليمن في المرتبة الأخيرة منذ زمن طويل في الترتيب العالمي للمساواة بين الجنسين. اقترنت المعاناة بوضع المرأة في اليمن منذ فترة طويلة، وحين بدأت في قطع خطوات على طريق انتزاع حقوقها جاءت الحرب لتعيدها إلى الخلف خطوات أكثر. عن وضع المرأة اليمنية في ظل الحرب سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة. كيف أثرت الحرب على وضعها؟ وما الحلول التي يمكن أن تساعد في إخراجها من هذا الوضع؟ كيف شاركت الأطراف في اليمن سواء من الحكومة الشرعية أو ميليشيا الحوثي الانقلابية والمكونات الأخرى في صنع هذه المعاناة وتفاقمها؟ وأين دور المنظمات المحلية والدولية فيما يتصل بوضع المرأة اليمنية؟ كل هذا سنناقشه في حلقة اليوم مع مجموعة من الناشطات والصحفيات واليمنيات، لكن قبل ذلك نتابع هذه التصريحات التي أخذها مراسلونا من المواطنين في بعض المدن اليمنية. نتابع. المرأة في تعز كانت هي الضحية لهذه الحرب، وكانت هي أيضا مساهمة مع زوجها ومع أخيها ومع ولدها في الصمود وفي المقاومة. الشهداء الذين يعني تساقطوا وارتقوا في هذه الحرب يصل عددهم إلى 7000 شهيد. هؤلاء الشهداء إما أنهم خلفوا خلفهم زوجات وبنات أيتام وزوجات أرامل وأمهات ثكالى، فقدت المرأة في هذه الحرب العائل، فقدت الولد وفقدت السند وفقدت الأخ، فقدت مصدر الدخل، انسحب عليها من سحب على الأسر. عموما عانت الأسر في تعز من النزوح، من التهجير، عانت المرأة من الجراح، استهدفت استهدافا مباشرا بالقنص، وهناك العديد من القصص المؤلمة والمؤسفة التي استهدفت فيها المرأة برصاص القناص مباشرة، قنص في الرأس وقنص في الرقبة وقنص في العمود الفقري، وهناك الكثير من النساء الجريحات المصابات بالشلل والمصابات بإعاقات كبيرة. أصيبت المرأة بالألغام وهي ترعى الأغنام وهي تجلب الماء من الآبار. المرأة التي فقدت زوجها حتى لو لم يكن شهيدا أو لو لم يعني يغترب أو يبتعد عنها، هناك يعني فقدت الأسر بشكل عام مصدر الدخل، مما اضطر المرأة إلى أن تجري وأن تذهب هنا وهناك تبحث عما يسد رمق أطفالها. المرأة اليمنية عانت الكثير في مرحلة الحرب بسبب فقدان عائلها الوحيد، سواء كان أبوها أو ولدها أو زوجها، وأصبحت في مواجهة مباشرة مع الواقع المظلم، ونجحت أيما نجاح أثناء ممارستها لأعمال كثيرة من أجل أن تعول أسرتها. من جانب آخر هناك نساء قدمن تضحيات كبيرة، في منهم من بترت أقدامهن وإلى الآن يحتاجن الرعاية والدعم. نتمنى من الجهات المسؤولة أن تنظر إلى ما قدمته المرأة وتستشعر الأهمية الكبيرة فيما قدمته وما تقدمه إلى الآن. المرأة اليمنية في ظل الحرب تعتبر أكثر من ضحت، فهي أم فقدت أولادها أو زوجها أو أبوها أو أخوها وتحملت المسؤولية بعد ذلك، فهي تعول أسر، سواء أسرة الزوج أو الأولاد الأيتام أو الإخوة، وتعتبر المرأة اليمنية شريكة في الرجل في الكفاح والنضال في سواء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة مع بدور البريهي التي تنضم إلينا من ماليزيا. مرحبا بك بدور، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك بدور. في ظل سنوات الخمس الحرب هذه،
لتصحيح مكتوب ماليزيا وهي من صنعاء، العفو منك بدورة، أنت معنا من صنعاء، بدور في ظل الخمس نعم. سنوات الحرب هذه كانت المرأة ربما هي الحلقة الأضعف في المجتمع اليمني التي تحملت أعباء هذه الحرب، وفي نفس الوقت أثبتت أنها الحلقة الأقوى. أنت برأيك هل ظلال الحرب هذه ألقت بثقالها على جميع مكونات المجتمع، أم برأيك أن المرأة هي أكثر من تحملت؟ بالضبط. أولا مساء الخير عليكم جميعا، وأشكركم لإتاحة هذه الفرصة لي. خلال فترة الحرب كانت المرأة اليمنية هي الجانب الذي تحمل الكثير من الويلات، وعانى كثيرا من التعسف في والظلم بحق التعاملات التي كانت تحصل على المرأة. هناك 3 ملايين امرأة وفتاة كانوا معرضين ولا زالوا للخطر، لخطر العنف. المرأة اليمنية تحملت كثيرا، أولها كانت هجمات الحرب على اليمن، ثانيها كان هجمات المجتمع على كيان المرأة نفسه. ما نقتش المرأة حقها في الظهور أو حقها في التمسك بما تبقى من حقوق وقوانين تنفسها. هناك أمثلة كثيرة على الساحة لقضايا عنف وقضايا تهميش للمرأة، كانت من ضمنها قضايا عنف ضد الأطفال، منها قضية مآب، قضية أصيلة، سميحة، الأسدي، الكثير من القضايا التي لم يكن للقانون دور في مساندتها، بل كان للأسف لتهميشها أكثر. تحدثتي بدور عن تهميش المرأة، برأيك ما هي أوجه التهميش التي تتعرض لها المرأة اليمنية في المجتمع اليمني، وهل هذا التهميش هو مستقصد أم هو نتاج لعادات وتقاليد ومفاهيم مغلوطة لدى المجتمع اليمني؟ كانت الحرب هي المسؤول الأول أمام هذه التصرفات التي كنا نجدها على الساحة تجاه المرأة. بعد ذلك يأتي دور المجتمع. المجتمع كثيرا أثر على المرأة وسلب منها حقوقها. أيضا التقارير أو القرارات التعسفية التي كانت توضع بحق المرأة هي السبب في عدم ظهور المرأة بهذا الشكل أو بشكل يسمح لها بأخذ قوتها من القانون. نعم، بدور بالحديث عن حقوق المرأة، ربما إلى فترة وجيزة قبل الحرب استطاعت المرأة اليمنية أن تحصل ولو على جزء من حقوقها بعد نضال دام لسنوات. الآن خلال فترة الحرب هذه، ما هي أبرز الحقوق التي فقدتها المرأة اليمنية؟ ما هي أبرز أوجه المعاناة التي تعاني منها المرأة اليمنية في بسبب الحرب خاصة؟ المرأة اليمنية سابقا كانت تمارس حقوقها كأي امرأة أخرى في أي مجتمع، كانت تذهب لعملها بأمان، كانت طالبة وكانت تسافر بأمان. أما الآن كثير من القرارات أو كثير من التراجع في القوانين أدى إلى إضعافها كثيرا، منهم مثلا قانون السفر، منع السفر إلا بمحرم، هذا كان ضد المرأة تماما، ما خدمش المرأة في مصالحها. نعم، أنت بدور كامرأة يمنية وعايشة داخل اليمن، كيف أثرت الحرب على محطات حياتك؟ متى حسيتي أنك فعلا متضررة من الحرب بطريقة مباشرة كونك امرأة يمنية؟ بداية كانت الحرب دافع قوي لي للظهور، رغم أنها أضعفتني كثيرا وسلبت مني الوقت والجهد وعرقلتني كثيرا، لكنها كانت دافع لي على منظو... من وجهة نظري الشخصية. استطعت التقدم كثيرا، بذلت جهدي لأن أصل إلى بعض من طموحاتي وأحلامي كفتاة يمنية، ولكن واجهتني العراقيل
من خلال تعاملات المجتمع، لأن المجتمع أصبح يعني نقدر نقول رزعي نوعا ما. التعامل مع المجتمع أدى إلى تراجعي كثيرا في اتجاهي أو في تحقيق أهدافي. واجهت الكثير من الصعوبات كحقوقية أو ناشطة حقوقية. كلما كنا نحاول أن نتقدم أكثر أو يعني نفقد مهاراتنا أكثر، كنا نواجه الكثير من التعامل الهمجي أو التصرفات الغير مسؤولة تجاه ما كنا نقوم به. صحيح. إذن بدور البريكي كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك بدور، أشكرك جزيل الشكر أنك كنت معي ضيفة كريمة في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصل آخر من صنعاء أيضا معنا، الناشطة والصحفية هيفاء عبد الواحد. مرحبا بك هيفاء، مساء الخير. أهلا فيك. أهلا بك هيفاء. شكرا جزيلا استضافتك اليوم في برنامج المنصة. أهلا بك، أنا سعيد أنك معي هيفاء. هيفاء، أنت كصحفية يمنية وناشطة في مجال حقوق المرأة بالذات، كيف ترى كيف تأثرت المرأة اليمنية من هذه الحرب، من سنوات الحرب الخمس؟ في الحقيقة الصراع أوجد تحديات جعلت من المرأة تعيش حالة فردية من التأقلم، حيث ظهر لها دور جديد في مواجهة تحديات غياب الأمن والسلامة وفقدان الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغذاء وماء، إلى أنها لا تزال قادرة على صياغة أدوار خاصة بهذه المرحلة على مستوى بناء استراتيجية الحياة التي تعيشها للتعامل وفق معايير البقاء والاستمرار. نعم. هيفاء، تحدثتي عن أن فقدان الخدمات الأساسية للحياة أثرت بشكل مباشر على المرأة. هناك يقول أنه ربما تأثر الجميع بشكل متساوي، الرجل والمرأة والطفل وكل أفراد المجتمع، بينما هنالك يقول أن المرأة ربما تحملت التبعات أكثر. لو لاحظنا خلال السنوات هذه كان أكثر الضحايا ربما من الرجال لأنهم في جبهات القتال، فالأم فقدت ابنها، الزوجة فقدت زوجها، كثير من الأسر فقدت معيلها، مما اضطر أن المرأة هي من تتحمل أعباء إعالة الأسر. ما رأيك بهذا الكلام؟ هل معاناة المرأة هي أكبر نتيجة الحرب، أن المعاناة توزعت بين الجميع بالتساوي؟ في الحقيقة كانت ولادات المرأة اليمنية رمزا أصيلا جسد مع مرور الزمن روح المثابرة والصمود أمام كافة العقبات والتحديات. فمن تزايدت حالات العنف ضد المرأة في أيام الحرب، وكما قلت أنه نعم. هيفاء، أنت كصحفية وعايشة داخل صنعاء في ظل هكذا ظروف، كيف أثرت هذه الأوضاع على حياتك؟ هل مريتي بظروف حسيتي فعلا أنك متأثرة مباشرة من هذه الظروف؟ أنا شخصيا عانيت من الحرب جدا، يعني حتى أني تخرجت في 2015 على وجه حرب، جميع الاستثمارات والشركات توقفت، السفارات أغلقت، لم يعد لي فرص للعمل. لست أنا الوحيدة، وإنما جميع صديقاتي عانين نفس المشكلة. وحينما لجأنا إلى المدارس لا يوجد حتى مرتبات، يعني هذا في كل المراكز الحكومية، الدوائر الحكومية. صحيح. وحتى الخاصة يعني تأثرت. صحيح. إذن سواء المرأة أو الرجل، يعني كلام عامة. صحيح. إذا هيفاء عبد الواحد، ناشطة حقوقية في مجال المرأة وأيضا صحفية، كنت معنا من صنعاء، أشكرك جزيل الشكر أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصل آخر هذه المرة من تعز معنا، عضو رابطة أمهات المختطفين الأستاذة إسراء محمود. مرحبا بك أستاذة إسراء، أهلا وسهلا بك. مساء الخير. أهلا يا أستاذة. أهلا بك أستاذة إسراء. ربما أصبحت
النساء اليمنيات في رابطة أمهات المختطفين، أمهات المختطفين في جميع محافظات الجمهورية اليمنية. للأسف هي رمز للنضال المرأة اليمنية في اليمن حاليا. أنتم تقومون بنضال جبار والكل مطلع على التحركات وأيضا المعاناة التي تعانوها نتيجة أن أطفالكم أزواجكم أهاليكم من الرجال تقبع في هذه السجون في ظروف ربما تكون هي الأسوأ. حدثينا عن معاناتكم خلال هذه سنوات الحرب الخمس. معاناة المرأة اليمنية وخاصة بالأخص من لديها مختطف، من لديها أب مختطف، زوج مختطف، قريب مختطف، معاناتهم أنها تعيش أفراحها وأتراحها لوحدها. أنه في مجال الحقوق والحريات حيث يعتقد الجميع أن لا مكان للمرأة في القضايا الشائكة، تعمل النساء في رابطة أمهات المختطفين لإنقاذ النساء والرجال. في الشيء الذي تم فيه الاختراق الإلكتروني لمجموعة رابطة أمهات المختطفين في الواتساب وإزالة المشرفات عليها لتصبح تحت إدارة مجهولة، أقامت عادة النساء وأقامت في اليوم ونشرت تقرير عن القبر الكبير، وهو تقرير عن ما حصل في كلية المجتمع ذمار. النساء في خلال هذه الحرب وخلال هذه السنوات تعيش مأساة قوية. هنالك فتاة تنتظر أباها أن يعود، تحتفل في حفل تخرجها وهي في كامل فرحتها متأملة أن يعود ذلك الأب، وهنالك أمهات ما زلن ينتظرن أولادهم. ولكن ما حصل في كلية المجتمع جعل أم تنتظر 4 سنين أن يعود ولدها، عاد إليها أشلاء. اجتمع الحوثي والتحالف العربي في القضاء على عزيمة هؤلاء النساء، ولكن هذا كله يوقظ العزيمة. في لحظة التجاهل والنسيان الذي يحصل من جميع المؤسسات ومن جميع المنظمات الدولية والعالمية، والتجاهل الذي يحصل لما يحصل للمختطفين، أناس اختطفوا من البيوت، أناس اختطفوا مدنيين، في حالة هذا النسيان تقف رابطة أمهات المختطفين وتصرخ، تقف رابطة أمهات المختطفين وتعاني، تقف هذه الرابطة وتعاني من أشياء كثيرة. قد تمشي الأم مسافات طويلة، قد تمر الأم من الحديدة إلى عدن إلى مسافة 33 ساعة كي تقيم وقفة احتجاجية كي تناشد بإخراج ولدها من السجن، وهو مختطف مدني ليس عليه أي شيء. وقد توقف بين الشمس الحارة لساعات أمام السجون مناشدة حتى أن توصل لأبنائها أو لذويها المختطف. وقد تتعرض للضرب على أيدي جماعة الحوثي في حالة صراخها ومطالبتها بولدها. نعم، في هذه الأوضاع التي أرهبت وأخرست الجميع، أنتن كنتن رمز للشجاعة، رمز للكفاح، رمز للنضال. أسألك عن التقارير التي صدرت مؤخرا من بعض المنظمات التي تحدثت عن وجود مختطفات نساء في سجون الحوثي، حدثينا عن ذلك إسراء. نحن في الرابطة لم تقدم إلينا، هنالك أصدرت بلاغات، ولكن فيما يعرف في اليمن أن هنالك عادات وتقاليد تحكم الكثير. لم تصل إلينا بلاغات حقيقية، وإن وصلت بلاغات مع الأهم من نشرها، فهذه البلاغات تحكم عليها المنظمات، ولا هنالك من يصرخ وينادي بأن من حق هذه المرأة أن تناهض العنف، وأنا هنا وأنا تعرضت لهذا وذاك.
نحن مجتمعا تحكمنا العادات والتقاليد بالأكثر. نعم إسراء، ربما هذه العادات والتقاليد التي تحدثت عنها التي جعلت الإبلاغ عن مثل هكذا حالات من باب العيب فتحت الباب أمام العصابات والميليشيات لاستغلال الأهالي في هذه النقطة. كيف يمكن للأهالي التعامل في مثل هكذا ظروف رفض هذا الاستغلال؟ كيف يمكن التصرف في مثل هكذا ظروف؟ كيف يمكن الخروج من دائرة العيب لعدم السماح لهؤلاء العصابات باستغلالهم؟ طبعا نحن في رابطة أمهات المختطفين نعطي الأهالي من توعية أن هذه الحقوق يجب أن يدافعوا عليها، وأن يجب أن يتحدثوا وأن يقولوا وأن يدافعوا أن من حق هذه المرأة التي تتعرض لأي انتهاك أن يتم المدافعة عنها والكلام عنها. نحن نبذل جهودنا بالتوعية للأسر، بالتوعية للمجتمع بأن يتكلم بحق هذه المرأة، ونتمنى أن يستجيب هذا المجتمع لهذه الأشياء، لأن كلما سكتنا كلما تمادى هذه الجماعات بالعنف بحق المرأة. نعم إسراء، باختصار رسالة توجهيها للمرأة اليمنية من امرأة في رابطة أمهات المختطفين، رسالة توجهيها للمرأة اليمنية التي تقبع تحت معاناة الحرب خلال كل هذه السنوات. رسالة أوجهها أقول لها أنت بناء هذا المجتمع، أنت أم الشهيد، أنت زوجة الشهيد، أنت أم المختطف وأنت زوجة المختطف، أنت من تبنين هذا المجتمع، لا تصمتي على حقك ولا تتركي لأحد فرصة أن يذلك أو أن يسمح لي أو يسمح بإذلالك بأي شيء. أنت رقم لا يسقطه أحد، أنت امرأة، أنت بانية هذا المجتمع، فلتنهضي ولتتشجعي ولتقيمي أمم يفتخر بها العالم. أنت امرأة تقف تنقذ الرجال وتنقذ أسرتها في ظل حصار وفي ظل حرب، تكون أنت مكبس الأمان للأسر ومكبس الأمان لأطفالك. نعم، إذن الأستاذة إسراء محمود عضو رابطة أمهات المختطفين كنت معي من تعز، أشكرك جزيل الشكر أنك كنت معي ضيفة كريمة في هذه الحلقة. شكرا لك أستاذة إسراء. اتصال آخر هذه المرة من هولندا، معنا سمية علي وهي صحفية يمنية. مرحبا بك سمية. مرحبا، أهلا وسهلا أمل. أهلا بك سمية. سمية، خلال سنوات الحرب هذه برأيك هل ضاعفت من نسبة العنف ضد المرأة اليمنية؟ نتحدث بما أنه الأسبوع الذي يصادف يوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. حينما يتحدث العالم عن يوم العالمي للمرأة، نحن كنا قبل الحرب كنا تقبع المرأة في أوضاع مزرية تماما من ناحية النظرة الدونية للمرأة، النظرة التي ينظر للمرأة كتابع وككيان قاصر. هذه النظرة الدونية تضاعفت مع الحرب وزادت أكثر، وزادت معاناة المرأة وقسوة الحياة، فرضت أوزارها بشكل كبير على المرأة اليمنية من نواحي كثيرة، اجتماعيا، ماديا، نفسيا، من ناحية التعليم، من كل النواحي المرأة اليمنية هي الكيان المتضرر الخاسر الأكبر في هذه المعركة. نعم سمية، عندما تتحدثي أن النظرة الدونية تفاقمت من قبل المجتمع تجاه المرأة اليمنية، الآن نتحدث عن مئات وربما آلاف الأسر التي فقدت معيلي هذه الأسر، وتحملت النساء هي هذا الدور الكبير في ظل هذه الظروف السيئة التي تمر بها اليمن، من انقطاع الرواتب، من فقدان للوظائف وشحتها. ألا يمكن أن يكون المجتمع ظالم لهذه الدرجة؟ ألا يجب أن تتغير نظرة المجتمع للمرأة اليمنية بعد كل ما أثبتت بعمله خلال هذه السنوات؟
للأسف الشديد مجتمعنا لا زال ينظر للمرأة بشكل مهين جدا، وهذه الحرب ضاعفت هذه النظرة. يعني هي تماما ما كنا نحلم به من دولة مدنية وتعزيز حقوق المرأة والمساواة والعدالة الاجتماعية، كل تلك الأحلام مع حلم المرأة اليمنية بالانتصار لكيانها كإنسان، كل تلك الأحلام نسفت تماما مع الحرب، ومثلها وضع المرأة الذي أسوأ، أصبح من السيء إلى الأسوأ. يعني أعتقد إنه المرأة اليمنية وما تمر فيه يعتبر من أقصى أنواع المعاناة، فقدان الحماية، فقدان الأمان، فقدان الاستقرار، فقدان الفرص العمل، فقدان حق التعليم. صحيح. مجرد أن تمشي الفتاة اليمنية في الشارع ولا تجد الأمان، التحرشات التي أصبحت، لا يوجد دولة ولا قانون يسائل المتحرش المغتصب، الاعتداءات التي تتعرض لها النساء، الاعتداء الجسدي والجنسي الذي هو أساسا يعد من جرائم الحرب أيضا، كل تلك الأشياء التي لا يتم رصدها أساسا بسبب النظرة الدونية، أنه المرأة حينما تشتكي من اعتداء تتهم هي بأسوأ أنواع أو بأسوأ الصفات، وتنعت بأساليب بشعة. فيعني كل تلك الأشياء التي كانت قبل الحرب تضاعفت وزادت بعد الحرب أكثر بكثير، حتى أنهم ينظرون للمرأة التي تعمل بأعمال بسيطة بنظرة قاصرة، حتى أن المرأة التي لا تجد عمل ستضطر أحيانا النساء تضطر لعمل الكثير والاتجاه للجوانب الغير أخلاقي، عمل غير أخلاقي أحيانا، لأنها تريد أن تعيل أطفالها سيموتون جوعا. يعني ومع ذلك المرأة هي الخاسر الأكبر، وأنا مصممة على أن المرأة هي الخاسر الأكبر في هذه الحرب، وهي ومع ذلك لم ينتصر لها هذا المجتمع، إنما ازداد قسوة عليها. وكيف يمكن أن تنتصر لنفسها في ظل غياب الدولة، غياب مؤسسات الدولة، غياب أيضا منظمة المجتمع المدني التي يجب أن دورها، الذي للأسف يعني أصبحت الآن أكثر المنظمات أصبحت منظمات دعم وإغاثة. كنت سأتي لسؤالك عن المنظمات، عن دور المنظمات المحلية أو الدولية في هذا المجال. كل ما نراه سمية ورشات عمل ودورات تدريبية ربما في الخارج، ولا شيء حقيقي على الأرض. حتى على مستوى مشاركة المرأة والنساء الفاعلات في المجتمع، هذه أيضا تأثرت بشكل كبير بظل الحروب، وبظل أولا من ناحية السفر وعرقلة السفر وما تتعرض له النساء أثناء التفتيش، ومن معاملة الجنود أو الموجودين في كل مكان، من ناحية أيضا النساء في صنعاء ومعاملة الحوثي لهن، حتى أنه أصبح الحوثي يجرد النساء من يجرد المرأة من شكلها كأنثى ومن كيانها كأنثى، ليحولها عبارة عن يعني تجهيل تام لعقل المرأة لتصبح جندي مقاتل آخر. يعني صحيح. يعني لا نقارن هناك ما يقول، هناك نساء حول العالم وبيوت، نعم جيوش النساء حول العالم بكل ثقافتهن وعقليتهن ودراستهن، ويعني المرأة تظل مرأة إنه يعني بأنوثتها. نعم أنا أطالب بالمساواة، ولكن فيسيولوجيا أنا سأظل تلك الأنثى وتلك المرأة وتلك الأم. حقي كإنسان لا يعيبني إني أطالب بحقي كإنسان كوني مرأة أو أنثى. هذا ما يعمله الحوثي تماما، يعني يسلب المرأة يعني في فيسيولوجيتها كإنسان، ليحولها عبارة عن بوق فاضي، بوق حرب وحاملة سلاح. من كل النواحي المرأة تضطهد، من كل النواحي سواء شمالا وجنوبا. بكل مرأة، إذا كانت المرأة اليمنية اليوم لا تستطيع أن تمشي بالشارع وهي تشعر بالأمان، لا يوجد أمان، لا يوجد حماية. نعم سمية، شكراً. تلك الأشياء التي لا، يعني كيف للمرأة اليمنية أن تصبح أم عظيمة إذا سلبت منها كل مقومات الحياة؟ نعم، إذن سمية علي صحفية يمنية كنت معنا من هولندا، شكراً جزيلاً لك. أود بس أن نستغل الوقت لبقية الضيوف، لدي قائمة كبيرة من الصحفيات والنشطات اليمنيات. معنا الآن داليا القباطي، وهي تنضم إلينا من ماليزيا، وهي ناشطة يمنية على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك داليا. مساء الخير أمل، كيف حالك؟ مساء النور، الحمد لله، إن شاء الله تكوني أنت كمان بألف خير. أنا سعيدة هذه الحلقة أن كل الضيوف نساء. داليا، خلال 5 سنوات من الحرب ربما أعادت المرأة اليمنية إلى البداية،
كانت قد قطعت شوط كبير في انتزاع حقوقها من مجتمع ربما لا يعترف بالكثير من حقوق المرأة. كيف يمكن للمرأة اليمنية أن تجابه هذه الظروف للحفاظ ولو على جزء بسيط من حقوقها؟ صحيح أمال، لكن خليني أضيف لك أنه مش خافي على حد أنه وضع المرأة اليمنية قبل الحرب لم يكن مثاليا، حتى الحقوق التي انتزعتها لم تكن يعني صحيح ذات قيمة كبيرة بالنسبة مقارنة بحقوق المجتمع بشكل عام. يعني ما كانش حد يلاقي حقوقه كما يجب، ما يعتبر بديهيا عند شعوب أخرى كان عندنا بالنسبة لأحلام لازم نسعى لها ونحققها. المعاناة التي كانت ترزح تحت نيرها معظم النساء في اليمن كانت تتمثل بالوضع الاقتصادي العام للبلاد. بعد الحرب تنوعت المعاناة وشملت فئات أكبر من المجتمع بسبب التردي الاقتصادي الأسوأ، بسبب فقدان الكثير منهم لوظائفهم، الكثير من المعينين سواء من النساء أو الرجال. أنا واحدة من النساء التي فقدت وظائفها وفقدت وظيفتي التي كنت أعمل فيها لمدة 10 سنوات، وكما فقد الكثير من اليمنيين وظائفهم، ومنهم من لم يفقد وظيفته لكن فقد راتبه فيعمل بدون راتب. امتدت المعاناة إلى أكثر من العامل الاقتصادي، إلى فقدان الأمان. أكثر من يتأثر بمسألة فقدان الأمن هي المرأة، لارتباطها المباشر. عندما نقول امرأة يعني نقول أم، الأمومة مرتبطة بشكل مباشر بالطفولة. صحيح. الاختلالات الأمنية وفقدان الأمن للأم يعني فقدان الأمن للطفل. أني لما أقوم الصباح أخرج ابني للمدرسة أرسله للمدرسة يدي على كفي، يعني كمواطنة يمنية تعيش في ويلات الحرب يدي على كفي ابني ممكن ما يرجع ليش بالسلامة. حصلت كثير، يعني تعرضوا الأطفال لقصف عشوائي من قبل الميليشيات، لاشتباكات هزلية، اشتباكات بين فصائل داخل المناطق المحررة ما لهاش علاقة بالحرب، كل بسبب الانفلات الأمني وفقدان قبضة الدولة. نعم. بالنسبة أيضا مسألة الألغام، كثير من القرى اليمنية صحيح تعاني من انتشار فظيع للألغام. اليوم طفلة لم تتجاوز 17 من عمرها انتشر فيها لغم في منطقة الأقروض في تعز، وبكرت ساقها على الفور، ثم تعرضت لشظايا من اللغم لحد الآن ما حدش عرف ايش نتائج هذه الشظايا. بلقيس ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. يجب على أصحاب القرار في دولتنا في شرعيتنا، لم نحمل الميليشيا أي مسؤولية، الميليشيا ميليشيا، يعني مش معقول هي تكون السبب في الجريمة ونحملها كمان مسؤولية التخلص من الجريمة. صحيح. ماذا فعلوا بحق الألغام؟ إذن من يتحمل المسؤولية داليا؟ نسمع أن الطفل انفجر فيه لغم، امرأة انفجرت فيها لغم، إلى متى؟ إلى مثلا الميليشيات انسحبت، وقت الآن يبحث عن كل هذه الألغام يطلعوها. كارثة بالنسبة لأمي أنني أخرج ابني المفروض أنه يلعب يروحوا لي وأم حمل مبتورة قدمه أو فقد حياته. هذه كارثة من الكوارث التي تعانيها المرأة. أعتقد أنه لم يلفت إليها النظر كما ينبغي. كثير من النساء فقدت معيلها أو قائدة معيلها، يعني بدل ما كانت معها أحد يعيلها الآن هي المفروض تعيل هذا المعيل. نعم. صحيح. لا أحد ينتبه إلى هؤلاء. نعم. داليا، في ظل هذه الظروف لم نعد نستطيع أن نتحدث عن تمكين سياسي أو مساواة أو إلى غيرها من هذه الحقوق المفترض أن تكون طبيعية، ولكن في ظل هذا الظرف غير الطبيعي أصبح الأهم الحديث عن تحسين وضعنا الاقتصادي. كما تحدثت أنه الكثير منهم أصبحنا معيلين لكثير من الأسر، كيف يمكن تحسين أي كيف يمكن مساعدتهم بهذا الجانب لتحسين وضعنا الاقتصادي؟ من يستطيع
تستطيع مساعدتهم بهذا الجانب؟ هل الحكومة، هل المنظمات والجهات المانحة، من يمكن أن يمد يد العون لهؤلاء؟ في الحقيقة الآن الوضع الاقتصادي في حال تردي الوضع الأمني اللي هو الأهم والأساس، الأمن قبل الغذاء، الأمن قبل الفلوس، قبل كل شيء. الوضع الاقتصادي صعب جدا إنه يتحسن في ظل الحرب. الحرب هذه لازم تنتهي، لازم كل واحد صاحب قرار عايش مرتاح خارج البلد هذه للحظة يتخيل إنه أسرته عايشة في اليمن، يتخيل إنه أبنائه مش لاقيين ياكلوا، يتخيل إنه أبنائه مش قادرين يروحوا لمدرسة ويلاقوا تعليم خالي من التشويه وغرس الأيديولوجيات السلالية وهتافات الموت وتردي الوضع الصحي، يتخيلوا للحظة إنه هم مجبرين على هذه العيشة. صحيح. فيتحركوا. صحيح. يتحركوا علشان ينهوا الحرب. وضع اقتصادي ما بيتصلح في ظل الحرب، ما بيتصلح. المنظمات هذه حملت أين الفلوس، فضحت كل شيء. صحيح. يجمعوا التبرعات بالمليارات ويصرفوا ملاليم على الناس، مستحيل تكفي حد. المجتمع المدني في المناطق المحررة وحتى المناطق الغير محررة، المجتمع المدني منفصل تماما، أثبتت النساء وأثبت الشباب أنهم يعني عندهم جلد وقوة على تحمل المسؤولية وجمع التبرعات وتوزيعها للمحتاجين، لكن مهما عملوا لن يكفي مجهودهم لتغطية هذه المعاناة. صحيح. المعاناة أكبر من كل هذه الجهود. صحيح. ولازم يتوفر الأمن عشان يتوفر الاستثمارات، عشان تتوفر الوظائف، عشان الناس لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. نعم. يعطوهم فرص إنهم يتوجهوا وتدور عجلة التنمية وتدور عجلة الاقتصاد ويقدروا يساعدوا. نعم. أنفسهم. كذا ما حد الوضع يزيد سوءا ويزيد تدهور، والأمن الأمن. صحيح. الأمن أهم شيء. صحيح. إذا داليا القباطي كنت معي من ماليزيا، شكرا جزيلا لك داليا أنك كنت ضيفة معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال أخير من صنعاء معنا صحفية دينا النجار. مرحبا بك دينا، مساء الخير. مرحبا. أهلا بك دينا، أنت في صنعاء. هل تشوفي أن الحرب أثرت على المرأة في الريف أكثر من المرأة في الحضر؟ لطالما كانت المرأة في الريف هي الأكثر تعرض لنقص الخدمات في الريف، هي المرأة العاملة في البيت، هي المرأة العاملة في الحقل، والآن الحقل أصبح مليء بالألغام. أهلا وسهلا بكم. لا خلاف أن المرأة اليمنية في ظل الحرب تأرجحت بين الصعود والهبوط وتردت أوضاع النساء اليمنيات على مستوى المستوى الاجتماعية التعليمية الاقتصادية. على مستوى التعليمي ترد تماما وضع المرأة اليمنية، تراجع بنسب كبيرة، أصبحت كثير من الفتيات اليمنيات قعدن في البيت بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلد، والتزمنا بمهنة لأنه لم تعد الأوضاع الاقتصادية تسمح لهن بالدراسة. تلاحظ أيضا هناك في الجانب التعليمي والجانب الاقتصادي كثير من الفتيات فقدن أعمالهن، وهذا كان أسوأ ما مرت به المرأة اليمنية خلال فترة زمنية وحقب زمنية كثيرة. يعني خلال الفترة الأولى يعني عندما حمدنا الله أن كثير من الفتيات خرجنا واشتغلنا في كثير من المنظمات ومؤسسات صحة قنوات، لكن الحرب أصرت فيهن إلى الخروج مرة أخرى. هذا جانب سيء جدا أثر على المرأة اليمنية في ظل الحرب. نعم. أنت متحصلة في اليمن تسببت هي أيضا في تدهور الوضع النسوي بالنسبة للجانب الاقتصادي السياسي. هناك تراجع تام خصوصا داخل اليمن. المرأة اليمنية السياسية
تغيرت تماما، لكن نقدر ان نقول انه بالنسبه خارج اليمن فالمراه اليمنيه حققت كثير من النجاحات، ربما كثير منهم حصلنا على جوائز عالميه، وهذه كانت هي فقط النقطه الايجابيه الوحيده التي ربما خسرت خلال فتره الحرب. ايضا نريد ان ننوه الى ان هناك جانب ايجابي حصل ضمن كل الجوانب السلبيه التي اثرت على المراه، لكن كثير من الفتيات رفضنا تماما الخضوع لهذا الوضع ووقفنا وقفه جاده على انفسنا، قمنا بعمل مشاريع صغيره ساعدنا فيها اهاليهم، كانت هذه الفكره ايجابيه جيده جدا. بين ذلك خلال هذا الاسبوع في اسبوع رياده الاعمال كان هناك كثير من الكفايات التي نعم. في هذه المشاريع، وهذا جانب ايجابي. نعم، ويمكن التركيز أيضا على هذه النقطة، دعم المشاريع، الجهة المتخصصة بتمويل ودعم المشاريع الصغيرة. دينا، لو تحدثنا عن أنت كصحفية وكامرأة يمنية عايشة داخل اليمن، كيف تأثرت من الحرب؟ كيف تأثرت من هذه الظروف؟ صراحة كانت تأثير كبير، ربما التأثير على المستوى التعليمي يعني توقفت كثير نسب الطموح التعليمية، أصبحنا ننتظر لحظة الانفراج الحقيقية لهذه الحرب حتى نستأنف حياتنا الطبيعية، نستأنف دراستنا، الدراسات العليا، لم نعد نتكلم عن دراسة البكالوريوس لأن هذا لم يعد يجدي نفعا خلال هذه الفترة وفي ظل هذا الوضع. تأثرت نعم. إذا دينا نجار، كنت معنا من صنعاء وأنت صحفية يمنية. مشاهدينا الكرام، كان لدينا أيضا تصريحات وصلتنا عبر الواتساب، وكان لدينا أيضا تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك، ولكن وقت الحلقة لم يسمح لنا باستعراض ذلك، لذلك نقدم اعتذارنا لكل من تفاعل مع الحلقة بتسجيل مقطع فيديو بالتعليق على موضوع الحلقة في الفيسبوك. إذا بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، تعديت الوقت المحدد المخصص للحلقة. أشكركم على حسن المتابعة، أشكر كل من كان معي ضيف في هذه الحلقة، أشكر مجموعة الصحفيات والناشطات واليمنيات الرائعات التي كنا معي في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وهو لكم من زميلي معد هذه الحلقة الزميل عمر النهمي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.